حبا في تجميع أكبر قدر من المعلومات عن مدينة الكويت القديمة، قام فريق مكون من طلبة جامعة الكويت وأساتذتهم من كلية العمارة وباستشارة عشرات المؤرخين والمعاصرين بإقامة مشروع مدينة الكويت الافتراضية، وهو عبارة عن خرائط تفاعلية ثلاثية الأبعاد تعود إلى مدينة الكويت القديمة عام 1951، وهو ما يعد إنجازا فريدا من نوعه. نتابع. بطريقة ثلاثية الأبعاد وبتفاصيل دقيقة، قد تأخذك هذه الخرائط التفاعلية إلى الزمن الماضي، إلى مدينة الكويت القديمة عام 1951. هدفنا بناء إعادة بناء المدينة ثلاثية الأبعاد بهدف أن الإنسان الحاضر يقدر يجربها من خلال الواقع الافتراضي. الأساس كانت أن احنا نبني خريطة، الخريطة هذه تمثل تعريفات لكل الأماكن والمنشآت وكذلك القاطنين في هذه المدينة، بهدف تجميع أكبر قدر من المعلومات لمن عاصروا هذه المدينة وهم لا زالوا على قيد الحياة. يعطي دلالات كبيرة على أن هناك كانت في حياة وتواجد سكاني، تعطي دلالات الموقع الكويت على الساحل، وبالتالي أعطى حقيقة أبعاد للانتشار الثقافي وتقبل الآخر، وهو من ضمن شخصية الإنسان الكويتي. المشروع الذي يتم العمل فيه منذ أكثر من 10 سنوات عن طريق نخبة من طلبة وأساتذة كلية العمارة وباستشارة عشرات المؤرخين والمعاصرين، كان الهدف منه هو جمع المصادر والمخططات التاريخية لإعادة بناء مدينة الكويت القديمة وتوثيق ذلك للأجيال الحالية والمستقبلية. الخريطة هذه لها تأثير مباشر علي بماضي كنت عايش فيه، الطرق اللي كنت أمر فيها، مكانات لعبي، مكانات وجودي مع أهلي، من لا ماضي له لا مستقبل له. فهذا مهم عندنا اليوم احنا ان أجيالنا تتعرف عليه وتشوف المكانات اللي احنا كنا فيها. هدف البحث معماري هندسي، لكن يغلب عليه الشغف الدائم من قبل هذا الجيل الحالي لتأريخ وأرشفة التراث من خلال هذه الخرائط. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.